لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا سورة الزلزلة تسمى أيضا سورة الزلزال. سورة الزلزال هي سورة الزلزلة من قصار الصور، ولها فضائل عديدة ذكرت مرات في السنة النبوية المطهرة. لما نزلت هذه السورة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده أبو بكر، فبكى أبو بكر، سمع السورة بكى، تأثر بالآيات، أثرت في قلبه، فقال النبي: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، نجازى بمثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نجازى بمثاقيل الذر. قال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ومثاقيل ذر الخير يدخرها الله لك، توفاها يوم القيامة. إنما الجزاء على المثاقيل الذر كما هو. سيدنا أبو بكر فاكر أن الجزاء ده كله في الآخرة، فالنبي قال له: مثاقيل ذر الشر نجازى بها ونحاسب عليها، ولكن في الدنيا. بكى أبو بكر تأثرا بهذه السورة وتأثرا بهذه الآيات. مرة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أعرابي جالس، النبي كان يقرأ السورة دي كتير كتير،
قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي جالس، فقال: يا رسول الله، مثقيل الذر، أبمثقيل الذر؟ قال النبي: نعم. فقال الأعرابي: واسوأتاه واسوأتاه، وقام وهو يردد الكلمة: واسوأتاه، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: واسوأتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في قلب الأعرابي. هذا التأثر إيمان، هذا الشعور بالآيات والإحساس بالآيات إيمان، قلب حي، قلب مؤمن. انصرف الأعرابي وهو يقول: واسوأتاه، من هذا الجزاء، من هذا الحساب، من هذا الإحصاء، من الله عز وجل يحصي علينا مثقيل الذر من الخير ومثقيل الذر من الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكلمة يرى يعني ايه؟ هيشوفه. وده حصل، السؤال ده حصل، بس من سيدنا ابو سعيد الخدري الصحابي، يقول: لما نزلت هذه السورة قلت: يا رسول الله، اني ذرائن، ما عملت، انا هشوفه بعيني. الآية بتقول ايه؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هيشوفه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: قلت: يا رسول الله، إني لرائن، ما أعمل؟ قال النبي: نعم، قاعد تشوف بعينك. قال أبو سعيد: فقلت: الكبار الكبار؟ قال: نعم. قلت: الصغار الصغار؟ قال: نعم. الأعمال الكبيرة والأعمال الصغيرة؟ قال أبو سعيد: فقلت: وثكل أمياه، يما عيتي عليا، كأن المعنى كده، احزني عليا يما، وثكل أمياه. فالنبي طمنه ان هذا إحصاء من الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية برضه ما حدش هيخش الجنة بعمله، لا الكبير ولا المؤمن، ربنا يرحم. إنما الإحصاء موجود، ربنا هيحصي علينا، الكبار الكبار والصغار الصغار. مواقف: مرة الأعرابي يتأثر بالسورة، سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، والأعرابي يمشي واسوأتاه، وأبو سعيد الخدري يقول: وثكل أمياه، وأبو بكر يبكي. هذه السورة قرأها النبي مرات وبين فضلها مرات. رجل أراد أن يتزوج أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأله: يا فلان، تزوجت؟ قال: لا، ليس عندي ما أتزوج به، ما عنديش مهر، فقير. قال النبي: وليس معك قل هو الله أحد؟ قال الرجل: بلى. قال: سورة القرآن، أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: نعم. قال: ربع القرآن، أليس معك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال: نعم. قال: ربع القرآن، في رواية أخرى ثلث القرآن، أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: نعم. قال: ربع القرآن، اذهب فتزوج. دول أغلى من المهر، أغلى من المال، أغلى. الرجل معيش مهر، فقير، أيوة فقير، بس القرآن أغلى، أغلى من المال. روح حفظ القرآن لزوجتك أحسن من المهر وأغلى من المال، اذهب فتزوج. المقصود إيه؟ النبي سأله: معك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال: نعم. ايوه غاليه قوي، روح اتجوز بيها، علمها لزوجتك وحفظها لها مهر غالي قوي. السوره دي النبي اتكلم عنها كتير. في يوم من الايام النبي صلى صلاه الصبح وارى اذا زلزلت الارض زلزالها في الركعه الاولى، وبعدين في الركعه الثانيه النبي ارى تاني اذا زلزلت الارض زلزالها، مرتين في صلاه واحده في يوم واحد. تخيل الرب يقول: لا أدري أسهى رسول الله أم عمدا قرأها. والنبي لو سهى كان قال لهم: أنا سهيت أراها. والموضوع ده ما حصلش إيه مرة، بس يقول لك إن السورة دي
النبي كان بيهتم بيها كتير، أراها مرتين في يوم واحد في صلاة واحدة في صلاة الفجر. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول يبدو أنها في صلاة السفر، النبي كان مسافر لأن كان يحب يخفف يقصر في السفر، أما في الحضر النبي كان يطول في صلاة الفجر. ممكن، وممكن يكون في المدينة يوم عابر. المقصود إيه؟ النبي ذكرها كتير. وبعدين النبي لما كبر سنه صلوات ربي وسلامه عليه وبيتعب من طول القيام، كان النبي يقيم وقيام طويل، وبعد ما يخلص القيام والوتر يصلي ركعتين وهو قاعد يقرا في الاولى بعد الفتحه اذا زلزلت، وفي الثانيه بعد الفتحه قل يا ايها الكافرون، واستمر على هذا الى ان مات صلوات ربي وسلامه عليه. الزلزله الزلزله. وكان النبي يجاوب فيها على الاباء على الاسئله اللي ايه اللي ما فيش فيها نص. واحد يسال النبي عن الخيل، ايه اللي في الخيل؟ النبي يقول له كذا 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 كذا. يقول له طب الحمر لها زكاة؟ يقول ما عنديش فيها نص غير هذه الآية الفازة الجامعة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النبي سماها ايه؟ الآية الفازة، ملهاش مثيل، آية جامعة. المقصود ايه؟ سورة الزلزلة لها فضائل. النبي قالها كتير وقراها كتير، ودم هنا وهنا وهنا وهنا، وصلى بها كتير في السفر والحضر في القيام وغير القيام. سورة الزلزلة فيها أربع موضوعات أساسية، ولذلك هي ربع القرآن لأن فيها أربع موضوعات. الموضوع الأولاني الزلزال، بس زلزال الآخرة. والموضوع الثاني إخراج الأرض ما في باطنها أثقالها. والموضوع الثالث إن الأرض هتتكلم يوم القيامة. والموضوع الرابع من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أربع موضوعات. زلزال الساعة يوم القيامة، الزلزال العظيم، وأن الأرض تخرج أثقالها، وأن الأرض تتحدث وتتكلم يوم القيامة، وبعدين الجزاء. كل دي أربع موضوعات هي ربع القرآن. نبدأ بالموضوع الأولاني زلزال الآخرة، زلزال الساعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم القيامة، وأخرجت الأرض أثقالها بالزلزال ده، يومئذ تحدث أخبارها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم بأن ربك أوحى لها. ونتكلم عن كلام الأرض لأن كلام مهم وخطير ويهمنا، متعلق بنا تماما. نبدأ بالموضوع الأولاني الزلزال، زلزال يوم القيامة. هل تتخيل زلزال يوم القيامة ويخلي الأرض تطلع اللي تحتيها؟ إيه الزلزال ده؟ هيأثر على الأرض ويأثر كمان على الناس، وإحنا من جملة الناس، إحنا موجودين يوم القيامة. وحد هيغيب؟ حد هيغيب يوم القيامة؟ حد هيختفي؟ أبدا، الكل حاضر، الكل مبعوث، والكل محضر وواقف يوم القيامة. تخيل زلزال يوم القيامة. ربنا وصفه في سورة الحج فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ربنا ليقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من الزلزال بتاع يوم القيامة، لأن كل الناس هتبعث على ما ماتت عليه. اللي ماتت وهي حامل تبعث يوم القيامة وهي حامل،
اللي ماتت وهي بترضع تبعث يوم القيامة وهي ترضع، اللي مات وهو صغير يبعث يوم القيامة وهو صغير، اللي مات على طاعة، اللي مات في معصية، من مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة. وبعدين والناس واقفة يحصل الزلزال، ده هيبقى كام ريختر، ده هيبقى كام ريختر، ده زلزال الدنيا لما يبقى 8 ريختر ولا حاجة بيهد الدنيا، ولا 9 ريختر ولا 10، المباني تقع والأعمدة والأشجار والحاجات في البيت تقع، واللي على سرير ممكن يقع من على السرير لو زلزال مدمر. يقول لك خسائر في الأرواح، خسائر في المباني، خسائر في الممتلكات، خسائر في كذا كذا، زلزال الدنيا. واللي واقف يقول لك اقعد هتدوخ هتقع، بيدوخ زلزال الدنيا، يدوخ اللي قاعد، يبقى يحس الدنيا بتترج بيه بتتهز بيه، كهذا الزلزال الذي حدث منذ ايام قليله ويحدث مثله، وستحدث زلازل اخرى كثيره اقوى بكثير في المستقبل القادم. الزلزال بيرعب الناس، الناس بتخاف. حصل زلزال النهارده حسيتوا بيه؟ يقول لك اه ده انا كنت قاعد الدنيا اتهزت بيا، وما اعرفش ايه وقع، ما اعرفش ايه خبط، ما اعرفش ايه اتكسر. ولو اكتر يقول لك مباني وقعت على اللي فيها، مباني، ده زلزال الدنيا. انما زلزال الاخره افظع، اقوى بكتير. يعني كام؟ 100 ريختر، 1000 ريختر، مليون ريختر، مليار ريختر، كتير جدا، يعمل حاله خوف وهلع، قمه الخوف، اعلى مستويات الخوف، الخوف الذي يفوق التصور والتصرف، ان محدش يقدر يتصرف. تخيل والناس كلها واقفه والارض اتزلزلت، الزلزال اللي ربنا وصفه، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، اللي شايله رضيعه تبعث عليه يوم القيامه، تنساه، تتلهي عنه. ليه؟ الدنيا بتترج، الدنيا بتتهز، الارض بتتحرك حركه عنيفه قويه جدا، رعب وفزع وهلع، زلزال. زلزال اللي بترضع رضيع تلهى عنه، واللي كانت حامل توضع تولد، لان ده خوف ملوش مثيل. خوف الدنيا درجات، ممكن واحده حامل تخاف بس اهي. الخوف يعني تعرفين الشعور بالخوف درجات. خوف الاخره ما فيش منه، ده فوق التصور، فوق التصرف. فالحامل هتولد يا، واللي بترضع هتتلهي عن رضيعها. طب والناس؟ وترى الناس سكارى، عمالين يترنحوا مش عارفين يقفوا، بيتهزوا. شفت السكران؟ شفت السكران اللي بيهزي بيخرف؟ شفت السكران مش عارف يمشي؟ شفت السكران حاله ازاي؟ او الناس من الخوف من الزلزال هيبقوا سكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اصل الزلزال ده عذاب، ويوم القيامه مليان عذابات كتيره جدا. تخيل نفسك بقى شفت المنظر ده، شفت كم واحده بتولد؟ ملايين عبر التاريخ. شفت كم واحده تايهه عن ابنها ورمت ابنها؟ هتشوف كتير. والناس اللي سكرانه كتير كتير كتير. طب واحنا لو احنا على الايمان ربنا يثبتنا، هنحس بالخوف ده شويه صغيرين، هنحس بالخوف شويه. الارض بتترج، الارض بتتهز، الارض بتتحرك، وكل الناس حركه حركه حركه. يا رب هنروح فين من الزلزال ده؟ نروح فين من الزلزال ده؟ النجاه منه ايه؟ الايمان. المؤمن، المؤمن ربنا بيبعت له ملائكه تهديه وتثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة معاكم. كل القلب ما يجي يطلع من مكانه، الملائكة تثبت المؤمن، تقول له إيه؟ لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. أصل يوم القيامة من أوله يوم صعب،
يقول الكافر هذا يوم ايه؟ عسر، شكله مبين منه من اوله يوم القيامة، اهوال. والانسان عمال يراقب، بص في السماء فوقك، هتبص في السماء فوق مرة هتلاقي السماء عمالة تتحرك تلف، يا خبر بتلف ليه دي؟ ومرة هتتشقق ومرة هتتلون، فكانت وردة كالدهان. ايه اللي بيجرى في السماء ده يا رب؟ الطف. ولما تتشقق هتشقق بصوت عالي قوي، والملائكة تنزل، يا خبر ايه المنظر ده؟ والارض تترج. وكلا اذا رجت الارض رجا رجا، دكت الارض، وفي الآية اذا الارض رجت تترج. شوف تترج، عارف الرجة دي؟ غير الزلزال، الزلزال حركة من تحت لفوق، من تحت لفوق، والرج يمين وشمال، يعني الناس هتتهز كل انواع الهزات، من تحت لفوق ومن يمين لشمال ومن شمال ليمين. يا رب ده هيعدي ازاي اليوم ده؟ ده هيعدي ازاي اليوم ده؟ شوف البحر ليه مولع نار؟ اذا البحار سجرت، البحار الدنيا والانهار مولعه يا خبر، والنجوم بتقع، والشمس بيجرى لها تغيرات، والقمر والسماء شويه بتلف وشويه بتتلون وشويه بتتشقق، تنزل ملائكه، والارض عماله تتحرك. ده هيعدي ازاي اليوم ده؟ ده احنا ايه وضعنا؟ الايمان بقى، الايمان، الثبات، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الا تخافوا ولا تحزنوا، مفيش خوف ولا تحزن. طب القلب هيطلع من مكانه، اهدى اهدى، هيعدي اليوم ده بسلام. بس ايه؟ بطلوع الروح. العيل الصغير لما يشوف الاحداث ده ايه؟ شعره يشيب، شعره يبيض. ربنا قال فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يا خبر العيل الصغير شعره هيشيب من الخوف، من المناظر اللي عمال يشوفها كل شويه، منظر منظر منظر، ومراحل، عدينا المرحله بتاعت الارض والسماء وبدانا نتحرك رايحين على الارض الحساب. شوف الملائكه لما تنزل ونشوفهم كده نازلين، والملائكه لما يجيبوا لما يجروا النار وهم جايينها، جايبينها من مكان بعيد، يا خبر على المنظر ده، مين اللي هيقدر يقف؟ ده كل الناس هتقع، تقع على رجليها على ركاب، حتى الانبياء والمرسلين. وبعدين ربنا يخفف النار وهي جايه منظر، والملائكه وهي بتحط الموازين منظر، والملائكه وهي جايبه الكتب منظر، والصراط لما يتنصب منظر. ده يوم مراحله كتير قوي، والحساب بقى لما يتنادى عليك عشان هتروح تتحاسب، ولما تسال عن الحقوق، حقوق الزوجه والجيران والقرايب واصحابك والدنيا كلها، ده هتخلص ازاي من المواقف ديت؟ هتعدي ازاي يوم؟ يوم يوم الخوف. بس كل الخوف ما هيزيد عندك، هيبتدي بقى يزيد يعذبك. الملائكة تقول لك اهدى، تخافش تخافش، لا تخف ولا تحزن. بس يوم الامان ايه؟ في الايمان. اسمع الكلمة دي، الامان في الايمان، الامان بالايمان. كل ايمانك ما يبقى زايد زايد وقوي وكتير، يبقى الامان قوي وزايد وكتير. هي دي المساله. يعني المطلوب اوعى ايمانك يقل، لان بيقل وانت مش حاسس، وانا كمان وكلنا ايماننا بيقل وسط الشهوات والشبهات والاخبار والاحوال والدنيا، الأحوال المتغيرة. ما في دروس، ما في محاضرات، ما في ندوات، ما في زاد، الشحن الإيماني قليل. مين يعينك على الإيمان؟ مين يقوي لك الإيمان؟ مين يزود لك الإيمان؟ كل حاجة النهاردة بتنقص الإيمان، إيماننا بيقل بينقص بيتراجع عشان الاحوال اللي حوالين مننا. فخلي بالك، زوده باستمرار، ده المقصود. ايمانك اوعى ينقص منك وما انتش حاسس. يقول لك اللي بيسوق عربيه
قبل ما يسوق يحط المقياس بتاع الزيت، لازم كده يبص المقياس يشوف الزيت ايه ناقص زوده. ده السواق المتمرس مش يدور ويمشي، لا يبص يقيس الزيت الاول ويبص على الميه وما عرفش يبص على ايه. ايوه الحاجات لو نقصت هو مش حاسس، العربيه تولع، العربيه تقف، كل شويه بيتعاهد الحاجات دي ناقصه زودها، زود زود زود. وانت كمان بتبص على حاجات البيت، الحاجه اللي ناقصه بتزودها مش كده؟ امال الايمان، الايمان لما بينقص وانت حاسس ان ايمانك نقص ما بتزودوش ليه؟ ادي السؤال. كل حاجة لما بتنقص بنزودها في البيت وبره البيت. الإيمان، الإيمان بينقص بيقل، منسوبه بينخفض في قلوبنا واحنا سايبينه وحاسين بس سايبينه. عارفين ليه؟ لأنه مش مهم عندنا. الفلوس لو نقصت نزودها أهم حاجة، الزيت لو نقص نزوده بتاع العربية، ولو ناقص من البيت نزوده برضه، والسكر والشاي والاكل والدنيا كلها والهدوم اللي ينقص نزودوه وبنزعلوا عليه، والعيل مجموعه نقص تبقى زعلان عايزين نزودوه. ازاي؟ كل حاجه بنزودها الا الايمان. هان علينا، حاسس انه ناقص بينقص بيقل مش مهم. يا خبر، احوالنا محتاجه توبه، رجوع الى الله، ندم، نحسن الأحوال، لأن الأمان على قدر الإيمان. اسمع تاني، الأمان في الدنيا وفي الآخرة برضو على قدر الإيمان. إيمانك عالي يبقى الأمان عالي، إيمانك نص نص يبقى الأمان نص نص، الإيمان ضعيف هيبقى الأمان ضعيف. ويوم القيامة محتاجين أمان، ده كله خوف، ده كله مراحل صعبة. فخلي بالك احنا في الدنيا اهو، فكر نفسي وفكرك، وذكر نفسي وذكرك، انتبه انتبه، زود ايمانك، قوي ايمانك، ضاعف ايمانك، انتبه، تذكر سورة الزلزلة. اذا زلزلت الارض زلزلة، ومين اللي هيزلزلها؟ حاجة يا اما بأمر من الله يقول لها تزلزلي والأرض بتسمع الكلام تتزلزل، يا إما أن ربنا هيوكل ملك يزلزل بيها الناس، يشيل الأرض ويزلزلها بالناس، كله وارد. المهم أن إيه؟ هيحصل زلزال عظيم يوم القيامة. أسأل الله أن يرزقنا السلامة والنجاة والعافية والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، يوم القيامة من أوله صعب، من أوله، وبرضه من أوله أول الناس ما تخاف ربنا ينادي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالكل هيطمن، ده ربنا اللي بينادي، ربنا اللي بينادي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالكل يطبع، فربنا يقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالكافر ييأس والمؤمن يستبشر: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة تجي لهم البشرى من الله، يفرحوا يفرحوا. والكافر ييأس تاني، ربنا ينادي يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ده المطلوب. الله الله، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم
ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى أساس الأمن والأمان يوم القيامة. تاني ربنا يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الكل بقى يستبشر كل، لأن كل الخلق عباد لله. تيجي الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، المؤمن يفرح خلاص بقى اليوم ده هيعدي من غير خوف ولا حزن. والكافر كل اليوم خوف وحزن، خوف وحزن. شوف انت الدنيا، احنا النهارده في الدنيا، شوف الزلازل، عادي الزلزال حصل اول امبارح، اللي حس بيه واللي ما حسش، ولسه في زلازل جايه. لما تشوف الزلزال افتكر زلزال الاخره، افتكر. لما تشوف الزلزال وتحس بيه قول لنفسك طب زلزال يوم القيامه ايه النجاه؟ ايه النجاه؟ ايه الامن في الايمان؟ الزلزال الاخره عذاب، عذاب للي حاضرين. ما هو الكافر يقعد يتعذب يتعذب في كل موقف، يتعذب لحد ما يروح العذاب الكبير، العذاب الاكبر في النار. والمؤمن مفيش خوف ولا في قدر من الخوف. تعرفين يوم القيامه القلوب دي زي ما ربنا قال وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. عارف القلب يطلع من مكانه يبقى عند الحنجره؟ عارف يعني ايه عند الحنجره؟ يعني كان هيطلع بره لو ينفع يطلع. القلب من الخوف والهلع يوم القيامه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلب عند الحنجره هيطلع بره من ايه؟ من الخوف، من الخوف. وزي ما ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. عارف الفؤاد اللي هو ايه؟ المكان اللي بيبقى فيه القلب. وافئدتهم هواء، الفؤاد يبقى فاضي فيه هواء. امال القلب فين؟ عند الحنجره. يعني الفؤاد فاضي والقلب فين؟ عند الحنجرة. ده مين؟ كل الناس ما عدا أهل الإيمان. العينين مش هتطرف، اللي هيبص مثلا على السماء عينيه مش هتطرف من الخوف والفزع والهلع، عينه مش هتطرف، عينه تفضل واقفة. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا خبر، المؤمن عامل حساب لليوم ده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف القلب لما يقلب من مكانه، يقلب 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 من إيه؟ من الخوف والفزع. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما، أهل الإيمان يخافون من هذا اليوم، من أهواله وأحواله وأحداثه ومشاهده ومواقفه. يوم مليان خايفين من اليوم ده، يعملون له ألف حساب وحساب. يشحنوا القلب بالإيمان، يزودوا الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، ويخافوا المعاصي ويتقوا الله. كل ده ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يوم احنا في الدنيا اهو بنقول لك اهو تذكرة، فستذكرون ما أقول لكم. تذكرة، خلي بالك الإيمان بينقص. حاسس بيه ولا لأ؟ حاسس ولا لأ؟ ولما تحس ان هو ناقص ما تسكتش. الإيمان مش هين علينا، ده أغلى حاجة عندنا، أوعى تسكت، اشحنه. شوف بتشحن التليفون إزاي؟ لما الشحن بينقص كل حاجة بتنقص بنزودها إلا الإيمان. يا خسارة،
يا خسارة، شحن البطارية بينقص بنزوده، شحن الرصيد بينقص بنزوده، إلا الإيمان، لأنه هان علينا، هان علينا، مش عارفين قيمته، مش عارفين خطرته. زودوا الإيمان، اشحنوا القلوب بالإيمان، أقبلوا على الله، تذكروا اليوم الآخر، تذكروا الزلزال العظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله أن يرزقنا الأمن والإيمان، أسأل الله أن يرزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان وقوة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا إيمانا لا يهتز، اللهم ارزقنا إيمانا لا يهتز، وارزقنا إيمانا لا ينقص ولا يتناقص ولا يختل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من البلاء واعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من البلاء، اللهم عافنا واعف عنا وسلمنا يا رب العالمين، وارزقنا حسن الختام ومسك الختام، برحمتك يا رحيم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.